تعالوا بينا بقى نشوف الأدوات المالية الأساسية. عايزين مع بعض نحط مفهوم للأدوات المالية الأساسية. الأداة المالية الأساسية عبارة عن عقد بين منشأتين أو بين شركتين بيؤدي لنشأة أصل مالي في منشأة يقابله التزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. يبقى إذن مفهوم الأدوات المالية مرة تانية هو عبارة عن إيه؟ هو عقد يؤدي لنشأة أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. يعني مثلا على سبيل المثال، لو أنت اشتريت سهم بتاع منشأة تانية، يبقى هنا نشأ عندي أصل مالي اللي هو الاستثمارات في أوراق مالية، والمنشأة الأخرى نشأ عندها أداة حقوق ملكية اللي هي سهم عادي. يبقى ده واحد من أشكال الأدوات المالية الأساسية. لو أنا اشتريت بضاعة أو بعت بضاعة بالأجل مثلا، هيؤدي إلى نشأة أداة مالية، هنا العملاء وهنا هيبقوا الدائنين وهكذا. اشتريت بورقة يبقى في ورقة قبض بالنسبة لي ده تمثل حق، أو بالنسبة للتاني تمثل التزام مالي على اعتبار إن هي كمبيالة وهكذا. يبقى إذا المفهوم الأدوات المالية عقد بين طرفين، أحد الأطراف بالنسبة له يمثل هذه الأداة أصل مالي، والطرف الآخر يمثل إما أداة حقوق ملكية أو التزام مالي. تمام. أهم الأدوات المالية الأساسية لو عايزين نتعرف عليها، أبرز الصور المعتادة أو التقليدية هي زي إيه؟ زي النقدية، دي طبعا الصورة الرئيسية، زي أدوات الدين بصفة عامة، حسابات العملاء، الموردين، أوراق القبض، وأوراق الدفع. دي بنسميها أدوات الدين، أربع أنواع تمثل أو تديني صورة عن الأدوات المالية الأساسية. إيه كمان؟ الاستثمارات. الاستثمارات في الأسهم الممتازة غير القابلة للتحويل، والأسهم الممتازة، والعادية الغير قابلة للاسترداد. طبعا هنلاقي إنه في أكتر من سمة اتكلمنا عليها هنا، نحاول كده نتعرف عليها طالما جت في السياق. الأسهم الممتازة عارفين بيديني الامتياز في الأرباح أو في الاسترداد. لو الشركة دي تعرضت إلى خسارة بيكون عندهم أولوية في أو عند التصفية ياخدوا فلوسهم. الأسهم الممتازة غير قابلة للتحويل، يعني غير قابلة للتحويل لأسهم عادية. وفي عندي الأسهم الممتازة بشكلها التقليدي، والأسهم العادية الغير قابلة للاسترداد. يعني هل في ممكن أسهم عادية قابلة للاسترداد؟ وفقا للنظام الأساسي للشركة قد تكون هذه الأسهم قابلة للاسترداد إذا ما حققتش عائد معين لفترة زمنية معينة. يقول لك مثلا السهم دوت اللي أنت اشتريته ب 100 مش هيقل عن مثلا 100 جنيه لمدة سنتين، أو مش أو هيوصل ل 110 120 أيا كان. في الحالة ديت بيبقى قابلة للاسترداد. بمفهوم المخالفة، الأسهم بصفة عامة غير قابلة للاسترداد، أنت ممكن تبيعها، لكن دي بنحط عند البيع شرط معين إنه سعر السهم لن يقل عن كذا، وإذا قل من حقك تسترد القيمة اللي أنت دفعتها، القيمة الإسمية أو إلى آخره. ففي الحالة ديت بتكون قابلة للاسترداد. فالأسهم العادية الحقيقة كان ظهر لها العديد من الصور فيما سبق. فمثلا شركة جنرال موتورز في الثمانينات من القرن الماضي حطت مجموعات إضافية، كان في ابتكارات أدوات مالية، احنا عارفين طبعا في أدوات مالية مشتقة، لكن بنتكلم عن الأدوات المالية الأساسية، مشتقات طبعا زي الأوبشنز والسوابس والحاجات دي، لكن احنا بنتكلم على الأسهم العادية. فعملت جنرال موتورز نوعين من المجموعتين إضافيتين، أو نوعين جديدين من الأسهم العادية. واحدة كانت بنسميها الأسهم فئة إي، الإي كلاس، ودي قالت إنه اللي بيشتري السهم ده هياخد عائده بما يحققه قسم معين داخل شركة جنرال موتورز، كان قسم إنتاج نظام المعلومات. يبقى حسب ربحية هذا القسم أنت هتاخد أرباح، لو ربح كتير تاخد كتير، لو ربح قليل تاخد قليل، يعني أنت مش مرتبط بالشركة كلها، أنت مرتبط بقسم معين. وسموه أسهم فئة إي أو الإي كلاس. وكمان شركة جنرال موتورز في هذه الفترة أيضا عملت أسهم فئة اتش، سميتها الاتش كلاس. هنا ربطت توزيعات اللي هيحصل عليها حامل هذا السهم بما يحققه قسم إنتاج أجزاء الطائرات. يبقى في قسم معين اللي بينتج أجزاء الطائرات بنشوف ربحيته، وأنت مرتبط بهذا القسم، أنت كأنك مشتري سهم لقسم أجزاء الطائرات.
لو ربحيته عالية طبعا هناك بيقيسوا ربحية كل قسم من الأقسام وله العائد بتاعه، وطبعا بيخش في النهاية ضمن الشركة الأم اللي هي جنرال موتورز. ودي في المنشآت طبعا الهائلة الحجم مش ضخمة، طبعا جنرال موتورز واحدة من أضخم الشركات العالمية. ده بصفة عامة في هذا المجال. يبقى الصورة الأولانية هي النقدية، الصورة الثانية هي أدوات الدين زي ما قلنا، حسابات العملاء، الموردين، أوراق القبض، أوراق الدفع. الصورة الثالثة الاستثمارات، وقلنا في إيه؟ في أسهم ممتازة غير قابلة للتحويل إلى أسهم عادية، والأسهم الممتازة والعادية الغير قابلة للاسترداد. الأسهم العادية غير قابلة للاسترداد قلنا سماتها وصفاتها إيه. طيب رابع حاجة القروض، ارتباطات الحصول على قروض. لو أنت بتقترض بس لها شروط معينة لازم ناخدها في الاعتبار. إيه هي أهم هذه الشروط؟ أول حاجة إن القرض اللي أنت حصلت عليه ده يكون له فايدة. الفايدة دي قد تكون مبلغ ثابت أو عائد ثابت، وده الأكثر شيوعًا 10%، 15%، 20%، أو متغير حتى بالليبر وفقًا للسوق، أو مختلط. مختلط يعني إيه؟ يعني ممكن يبقى متغير زائد مثلًا 200 نقطة أساس زائد 2%، المتغير زائد 1%، المتغير زائد 3%، ده بنسميه مختلط، يجمع بين الاتنين، بين الثابت وبين المتغير. يبقى أول شرط علشان أعتبر الارتباطات الحصول على القروض دي ضمن الأدوات المالية الأساسية لازم يكون في فايدة. الشرط الثاني إنه ما يكونش هناك شرط في العقد يؤدي إلى خسارة حامل الأداة لو كان سند أو غيره لأصل المبلغ أو الفايدة المستحقة عليه. مفيش أي سبب يديني أو يخليني أخسر الأداة دي نفسها، قيمة السند أو قيمة القرض أو الفايدة المستحقة عليه، لا في شروط العقد يعني. لكن طبعا في ظروف معينة زي ما هنقول بعد كده ممكن تخليني أفقد ده، الكلام ده في حالة إفلاس المدين أو إلى آخره يعني. تالت حاجة، لو أنت أدركت في العقد شرط معين يسمح لك بالسداد المبكر أو بالتحصيل المبكر. يعني من الممكن بقول والله مثلا أنا السند ده لمدة 10 سنوات أو لمدة 7 سنوات، لكن ممكن أحصله بدري أو أخد الفلوس بتاعته بدري أو أسدده بدري بشرط مثلا الظروف الاقتصادية بتاعتي تبقى تعبانة. في الحالة دي ما ينفعش، لا يرتبط بظروف مستقبلية ولكن بدون أي ظروف ممكن خلاص ما تدركش هذا الشرط. من الممكن المدين لو عايز يدفع مبكرا بنخصم مثلا 25% أو بنعمل كذا أيا كان، لكن ما فيش شرط يتوقف على أحداث مستقبلية. ظروف المنشأة هتبقى إيه، محتاج سيولة أو محتاج كذا أو ظروفنا الاقتصادية بقت صعبة، لا. يبقى في عندي 3 شروط علشان القرض يعتبر ضمن الأدوات المالية. الشرط الأول يكون في فايدة سواء ثابتة أو متغيرة أو مختلطة. الشرط الثاني مفيش في العقد شرط يؤدي إن أنا أخسر قيمة هذه الأداة، هذا القرض أو الفايدة بتاعته، سواء كنت أنا اللي بمنح القرض أو اللي بحصل عليه. الشرط الثالث لما يكون في شرط في العقد بيسمح للمدين بالسداد المبكر أو يسمح للدائن بالتحصيل المبكر قبل موعد الاستحقاق، إن الكلام ده ما يتوقفش على ظروف مستقبلية. إحنا بنتفق دلوقتي بنقول لك والله إيه إذا توفرت مثلا كذا 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 سدد في خلال قد كذا، ندي لك خصم كذا مثلا أو نخصم لك فايدة مقدارها كذا. ده بالنسبة لهذه الحالة. تعالوا بينا بقى نتكلم على عنصر آخر وهو الأصول والالتزامات المالية بصفة عامة كعنصر من عناصر الأدوات المالية الأساسية. إمتى بيتم الاعتراف بالأصل أو الالتزام المالي؟ الاعتراف لما بتكون المنشأة طرف في عقد الأداة المالية. أنا النهاردة رايح أشتري سهم، ما فيش اعتراف، ما فيش أداة مالية، ما تسجلش. إمتى يتم الاعتراف؟ لما بقى في عقد بين طرفين، أنا اشتريت منك 1000 سهم بكذا، خلاص هنا بنعترف، المنشأة المشترية بتعترف بهذا الأصل كاستثمارات أوراق مالية، والمنشأة البائعة بتعترف بيها كحقوق ملكية وهكذا. وبالتالي لما تصبح المنشأة طرفا في عقد الأداة المالية بيتم الاعتراف بيها كأصل أو كالتزام مالي فيه أو زي ما قلنا حقوق ملكية. الحاجة التانية بنعترف أولا
مبدئيا بالأصل أو الالتزام المالي في الدفاتر بقيمة المعاملة. يعني مثلا اشتريت الأسهم ديت ب 100 ألف وفي عمولة 5 ومش عارف 105 ألف مثلا، خلاص، إلا إذا كانت هذه المعاملة تمثل في جوهرها معاملة تمويلية. يعني إيه الأصل أو الالتزام المالي ده في جوهره معاملة تمويلية؟ يعني لو أنا النهاردة رحت أجلت سداد للبضاعة اللي أنا شاريها لمدة أكبر من المدة المعتادة، أو اقترضت بمعدل فايدة مختلف عن السوق، كل السوق مثلا بيدي معدل فايدة 15% وأنا أخدت 25 أو أخدت إيه رقم ضخم جدا مختلف عن السوق بصفة عامة. في الحالة دي بنقيس الأصول أو الالتزامات المالية، ما بنقيسهاش بقى بالقيمة المعاملة اللي أنت عملتها، لأن في جزء منها تكلفة تمويلية. في الحالة دي بنقيسها بإيه؟ بإجمالي الدفعات المستقبلية باستخدام معدل الفايدة السوقي. خلاص بنرجع بقى للقيمة الحالية، بنقيسها بالقيمة الحالية زي ما أخدنا قبل كده في حالات أخرى. يبقى بنشوف الدفعات المستقبلية دي هتدفع، اللي هي متضمنة الدفعات المستقبلية قيمة الأداء أو جزء من الأداء والفايدة، بخصمها بصل إلى القيمة الحالية لإجمالي الدفعات المستقبلية، بشوف الفايدة السوقية للدين المماثل لنفس الفترة، ل 3 سنوات بتبقى الفايدة كام، ل 5 سنوات بتبقى الفايدة كام، لسنتين بتبقى الفايدة كام، وأشوف معدل الفايدة السوقي ده اللي بطبق عليه وأوصل إلى القيمة الحالية، هو ده اللي بيتم الإثبات بيها. طب والفرق يعتبر تكلفة تمويلية متعلقة بهذه المعالجة. يبقى إذا في هذه المرحلة إحنا بنبص على إيه؟ بنبص على قيمة المعاملة، هل دي تعتبر معاملة عادية بالأسعار العادية ولا في جوهرها معاملة تمويلية؟ يبقى يجب إن إحنا ندقق عندما تكون هناك قروض أو تكون هناك أوراق قبض، أوراق دفع بمعدل فايدة معين أو الآخر لفترات زمنية طويلة، ونشوف إذا ما تم تأجيل السداد هل يا ترى السعر النقدي مختلف عن سعر السوق ولا، علشان نشوف إذا كان هناك جزء يمثل إيراد تمويلي أو يمثل تكلفة تمويلية يجب أخذها في الاعتبار، لأنه لازم أقيس الأصول أو الالتزامات دي بقيمتها الفعلية. قدرت قدرت، ما قدرتش يبقى بنطبق عليها القيمة الحالية. هناخد كده حالات بسيطة، حالات عملية صغيرة كده نتكلم عليها بشكل سريع قبل ما نبدأ في استكمال هذه المحاضرة. الحالة العملية الأولانية، لو بعنا بضائع إلى العملاء بالأجل، في حالة بيع بضائع إلى العملاء بالأجل، يا ترى المعالجة هتكون إيه؟ لو أنا سبت لك كده فكر وجاوب، بعت بضائع إلى عملاء بالأجل، يا ترى دي، ما هي دي هنا دي أداة مالية، اتفقنا مع كده أهو، بعنا بضاعة يبقى بالنسبة له ده أصل وبالنسبة للآخر ده يمثل حسابات مدينين، أحد حسابات الأصول. ده ليه حق وده ليه دين وده عليه التزام وده يعني أيا كانت الصورة من الصور اللي إحنا اتكلمنا عليه. طيب في الحالة دي بنعمل إيه؟ هل ده لما بنبيع بضاعة بالأجل بنشوف هل يا ترى فترة الائتمان اللي أنا بعت بيها البضاعة دي قصيرة المعتادة، وبالتالي يتم الاعتراف في الحالة دي بالقيمة المستحقة بإجمالي قيمة الفواتير الصادرة، بإجمالي قيمة الفواتير دي رقم واحد. إذا كانت فترة الائتمان قصيرة زي ما قلت لك بنعترف بالقيمة المستحقة على العملاء بإجمالي قيمة الفواتير الصادرة، ولا يتم الإثبات هنا بالقيمة الحالية للتسديدات. ليه؟ لأنه مفيش، هي أنت فترة الائتمان التقليدية الطبيعية. يبقى لو كانت مثلا المبيعات ديت أنت مقدرها مثلا ب 200 ألف يبقى هو ال 200 ألف، لكن لو أنا مثلا اديتك فترة الائتمان الطبيعية بتاعتي 30 يوم، واديتك أنا بقى فترة الائتمان سنتين أو ثلاثة، يبقى هنا معنى ذلك إن هذه القيمة ليست القيمة الحقيقية، مش قيمة البضاعة، ده قيمة البضاعة محملة بفوائد تمويلية، لأن أنا مش هستناك أنا فترة الائتمان الطبيعية 30 يوم، مش هستناك سنتين كده مجانا، لا، ده أنا هحمل هذه البضاعة بقيمة الانتظار بقيمة فوائد تعادل سنتين. وبالتالي هنا بقى بنجيب القيمة الحالية للسعر النقدي، يعني لو في سعر نقدي لهذه البضاعة تساوي كام؟ أسجلها بيها، والباقي تمويلي، إيراد تمويلي أو فوائد تمويلية بحسب الأحوال. لكن
لو ما عرفتش اجيب السعر النقدي للبضاعه ديت، اجيب بقى القيمه الحاليه للمستحقات النقديه دي باستخدام سعر فايده سوقي سائد في هذه الفتره. يبقى ناخد بالنا من حاجتين، اذا كانت فتره الائتمان طويله، انت مديني فتره ائتمان طويله سنتين واكتر ومش حاطط فايده، فبالتالي بعترف بالقيمه المستحقه على العملاء بالقيمه الحاليه للسعر النقدي لتلك البضاعه. يعني ايه؟ تساوي النهارده كام في السوق نقدا بضاعه اللي ب 200000؟ تساوي 150000. اذا قدرت توصل للسعر النقدي لهذه البضاعه بتتسجل بال 150000. طب وال 50000 زي ما اتفقنا يبقى دي تمويلي، عائد تمويلي او تكلفه تمويليه بحسب الحالات، حسب الشركه البائعه ولا المشتريه. طب ما عرفتش، يبقى بنقدر هذه البضاعه بالقيمه الحاليه المخصومه. يعني المستحقات النقديه دي لو هاخدها على فترات او هاخدها بعد سنتين يبقى نخصمها بايه؟ بمعدل فايده السوقي المماثل لفتره الائتمان. يعني لو كانت ال 200000 دول فتره ائتمان لمده سنتين بتبقى الفايده بتاعتها كام؟ 15% 17% 20% 30%، بخصمها بهذا المعدل اوصل الى القيمه الحاليه المخصومه. يبقى خدنا بالنا؟ يبقى هنا بنفرق ما بين حاجتين، يبقى بيع بضائع بالاجل الى العملاء على طول. دايما لما تجيلي حالات عمليه بهذا الشكل ما تديش اجابه واحده، لازم افكر فيها. هل يا ترى فتره الائتمان او الاحتمالات المختلفه اللي ممكن تجيلي، فتره الائتمان قصيره يبقى تسجل بالقيمه المستحقه على العملاء باجمالي قيمه الفواتير، فتره الائتمان طويله يبقى وبدون فوائد بنعترف بالقيمه المستحقه بالسعر النقدي، مفيش سعر نقدي اجيب القيمه الحاليه. ده بالنسبه للحاله الاولى. طيب في حاله شراء اسهم عاديه لمنشاه اخرى، اشتريت سهم عادي بنسبة ايه؟ هنا بنعترف بقيمة الاستثمار بإجمالي المبالغ اللي انت دفعتها للحصول على تلك الأسهم، أي مباشرة جدا ما فيهاش أي حاجة. هنا بنعترف بقيمة الاستثمار بإجمالي قيمة المدفوعات النقدية للحصول على تلك الأسهم، وبالتالي دي مباشرة جدا وما فيهاش أي حاجة. طيب في حالة الحصول على قرض من البنك، انت اخدت هذا القرض، الالتزام المستحق عليك للبنك بنعترف به بالقيمة الحالية للمدفوعات المستحقة للبنك. يعني اخدت قرض من البنك، انا النهاردة عشان اعترف بالالتزام دوت المفروض، وده ما بيتمش في معظم شركاتنا ومؤسساتنا، نعترف بالقيمة الحالية للمدفوعات المستحقة للبنك. يعني بتجيب قيمة الفوائد واصل القرض وتخصمهم بمعدل الخصم المناسب، نوصل للقيمة الحالية للمدفوعات النقدية، وده المفروض ان هي يتعالج بهذا الشكل. ده بالنسبة للاتجاهات اللي احنا اتكلمنا عليها وشفنا الاوضاع بالنسبة ليها. تعالوا بينا بقى ننتقل الى نقطة اخرى وهي القياس اللاحق للادوات المالية. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت قست الادوات المالية عند نشأتها، لكن في نهاية السنة المالية، في نهاية كل فترة مالية بنقيسها بإيه؟ كيف يتم قياس هذه الأدوات المالية؟ هل يتم التعديل ولا يتم زي ما هي ثابتة ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض بعض العناصر اللي احنا بنتكلمنا عليها أو ادينا لها مسميات. زي إيه؟ الديون، تقاس الديون بالتكلفة المستهلكة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يبقى الديون اللي عندي في نهاية السنة بقيسها بالإيه؟ بالتكلفة المستهلكة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. ولما جه المعيار يكلمني على اللفظين دول فقال لي إيه هو المقصود بالتكلفة المستهلكة وإيه هو المقصود بمعدل الفائدة الفعلي. التكلفة المستهلكة هو هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن القيمة عند الاعتراف الأولي، القيمة الأولية اللي أنت اعترفت بيها. يعني مثلا اعترفت بقى بهذه باداه الدين دي ب 200000 300000 400000، يبقى دي ناقص تسديدات اصل المبلغ. لو انت سددت من هذا الدين 50000 زائد او ناقص قيمه مجمع الاستهلاك باستخدام معدل الفائده الفعلي اللي انت طلعته، برضه قيمه الاستهلاك المجمع عن الفتره كلها، ودي هنتعرف عليها دلوقتي لما نيجي ناخد حاله عمليه. انت كل مره يعني يا بتضيف يا بتنقص حسب الاحوال، عشان كده بنقول زائد او ناقص قيمه الاستهلاك المجمع.
ناقص خسائر الاضمحلال إن وجدت. يبقى إذن في عندي عشان أوصل للتكلفة المستهلكة في عندي أربع عناصر: القيمة الأولية اللي أنت اعترفت بيها، ناقص تسديدات أصل المبلغ، زائد أو ناقص مجمع الاستهلاك باستخدام معدل الفايدة الفعلي، ناقص خسائر الاضمحلال. ومجمع الاستهلاك باستخدام معدل الفايدة الفعلي يمكن مش واضح عندنا هنا في التعريف، لكن هيبان لي جدا لما أجي أخد حالة عملية وتطلع مجمع الاستهلاك أو الاستهلاكات المتعلقة بتضيف أو بتخصم. إذا ما كان مثلا هذه القيمة اللي أنت شاريها أو الأداة، لو اتكلمنا على السندات ودي الأكثر بروزا يعني، إذا كنت مشتريها بعلاوة أو بخصم، فبينضاف أو بيتخصم مجمع الاستهلاك بالفايدة الفعلية، ناقص خسائر الاضمحلال إن وجد. طب إيه هو معدل الفايدة الفعلي؟ معدل الفايدة الفعلي هو المعدل اللي بيستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة سدادها أو تحصيلها عشان أوصل للقيمة الحالية للأصل، ومعدل بنسميه المعدل الدقيق. يعني الأداة بتبقى أداة مماثلة ليها لها نفس الفترة. يعني مثلا بقول سندات خزانة لمدة 3 سنوات، يبقى لو عندك القروض لمدة 3 سنوات بنفس الفترة وبنفس المستوى الائتماني للشركة. طبعا في كتير جدا من الشركات لما يكون مستواها الائتماني ودي بره موجود قوي جدا بتاخد بمعدل فايدة مميز، والعكس صحيح. عندنا في مصر المعدل تقريبا واحد في معظم البنوك، يعني يتراوح يمكن الفرق هامش بسيط بحوالي مثلا فرق 100 نقطة أساس، 150 نقطة أساس بالكتير. وبالتالي يبقى المعدل الفايدة الفعلي هو المعدل اللي بيستخدم لخصم الدفعات النقدية المستقبلية وعشان نوصل للقيمة الحالية. يبقى رقم واحد، لو أنت عندك أداة مالية في نهاية الفترة المالية، في الحالة دي تقاس بإيه؟ تقاس بالتكلفة المستهلكة باستخدام معدل الفايدة الفعلي. وعرفنا المقصود بكلمة التكلفة المستهلكة، وعرفنا المقصود بكلمة معدل الفايدة الفعلي. دي رقم واحد. رقم اتنين، لو ان التعاقد يمثل في جوهره معاملة تمويلية. اتفقنا مع بعض بقى، يعني انت النهاردة مديني بضاعة لمدة سنتين ومش حاطط فايدة وقايل لي تمن البضاعة دي 300 400 ألف، أكيد جواها فايدة، ده معاملة تمويلية. يبقى نقيس هنا الأداة بالإيه؟ بالقيمة الحالية لإجمالي المدفوعات المستقبلية باستخدام معدل الفائدة السوقي لأدوات الدين المماثلة. لو حد هيسيبك سنتين بياخد فايدة قد إيه؟ يبقى دي معدل الفايدة السوقي لأدوات الدين المماثلة. يبقى هنا بنقيسها بالإيه؟ بالقيمة الحالية. نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه. طب الاستثمارات بقى، الاستثمارات في الأسهم الممتازة غير القابلة للتحويل إلى أسهم عادية، أو الممتازة أو العادية الغير قابلة للاسترداد اللي هي الأسهم العادية بشكلها التقليدي، تقاس بالقيمة العادلة. بس القيمة العادلة هعرفها منين؟ هعرفها من البورصة، وبالتالي شرط أن تكون هذه الأسهم مدرجة بالبورصة عشان أعرف القيمة العادلة بتاعتها. أما إذا لم تكن مدرجة بالبورصة، أما الاستثمارات بخلاف ذلك سواء كانت غير مدرجة بالبورصة أو أنواع أخرى، تقاس بإيه؟ تقاس بالتكلفة مخصوما منها خسائر الاضمحلال إن وجدت. يبقى في الحالة دي بنشوف التكلفة كام، وأشوف خسائر الاضمحلال كام، وأخصم دي من دي يطلع لي قيمة الاستثمارات أو تكلفة الاستثمارات اللي بتسجل. يبقى هنا في حالة الاستثمارات في أنواع معينة اللي هي إيه؟ الأسهم الممتازة غير القابلة للتحويل، أو الممتازة أو العادية الغير قابلة للاسترداد، بنقيسها بالقيمة العادلة بس بشرط إن هي تكون مدرجة بالبورصة. عدا ذلك نقيسها بالتكلفة المسجل بيها في المؤسسة عندي أو في الشركة مخصوما منها خسائر الاضمحلال. تعالوا بينا نبدأ ناخد الحالة التطبيقية رقم واحد. بيقول لي فيها إيه؟ بيقول لي فيها في 1/1/2016 استحوذت الشركة على سندات قيمتها الإسمية 1,000,000 جنيه بقيمة قدرها 900,000 جنيه. يبقى ده المعنى الأولاني، إن أنا أخدت السندات بأقل من قيمتها الإسمية، استحوذت على الشركات بأقل من قيمتها الإسمية لأن ده سعر السوق حاليا. وتحملت المنشأة تكاليف عمولة وسمسرة 27,880. معدل الفايدة على السندات، أنا السند ده هحتفظ بيه لمدة 5 سنين،
هاخد عليه فايدة سنوية 10%، علما بأن معدل الفايدة الفعلية السائد في السوق لنفس الفترة 12%، يبقى معدل الفايدة الفعال 12%. المطلوب تحديد التكلفة المستهلكة للسندات خلال فترة القرض. ايه التكلفة المستهلكة؟ انا طالما انا اخدت السندات اللي قيمتها الاسمية مكتوبة على السندات 1,000,000 جنيه، اخدتها ب 900,000 في او 900,000، خد بالك وفي تكاليف عمولة وسمسرة 27,880، تبقى التكلفة الكلية واحنا اتفقنا مع بعض يبقى 927,880 عند الشراء، طالما انه كده بنسبة بالايه بالتكلفة الفعلية اللي هي 927,880 استثمار في السندات. لكن انا في النهاية لما اجي استرد مش هسترد 927,000، يعني انا كل سنة هاخد فايدة 10% لمدة 5 سنوات، وبعد نهاية ال5 سنوات هيرد لي ال1,000,000 جنيه. يبقى معنى ذلك ان انا لازم اتحرك من 927,880 لغاية المليون خلال كام سنة؟ خلال 5 سنوات. يبقى كل ما يطلع لي استهلاك معين يتعلق بمعدل الفايدة ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي ازوده، يزيد يزيد، بحيث انه في نهاية ال5 سنين تكون التكلفة الدفترية للسندات دي عندي في الدفاتر 1,000,000 عشان اقدر اقفلها، 1,000,000 جنيه عشان اقدر اقفلها كويس. ده بالنسبة لهذا العنصر. الحاجة التانية هو طالب مني تحديد التكلفة المستهلكة للسندات خلال فترة القرض، واتفقنا مع بعض في حساب التكلفة المستهلكة ده اللي احنا بنعمله. لو تفتكر لما جينا نتكلم على التكلفة المستهلكة وقلنا بتتحسب ازاي بتفاصيلها كلها. طيب لو انا اتكلمت عليها تاني وفكرتك بيها، التكلفة المستهلكة عبارة عن ايه؟ عبارة عن القيمة عند الاعتراف الاولي اللي هي كام؟ اللي هي 927,880 مثلا على سبيل المثال، مخصوما منها التسديدات من اصل المبلغ اذا كانت موجودة، ناقص قيمة الاستهلاك أو زائد قيمة الاستهلاك. هنا هنزود بقى قيمة الاستهلاك باستخدام معدل الفايدة الفعلي اللي هو كام؟ اللي هو معدل الفايدة الفعال اللي هو ال 12%، ناقص خسائر الاضمحلال. يبقى أنت لما تيجي تحسب التكلفة المستهلكة بناخد القيمة عند الاعتراف الأولي ناقص تسديدات أصل المبلغ. لو أنت بتسدد أنت ممكن تسدد في شكل دفعات أو تسدد في نهاية الفترة، هنا بنسدد في النهاية يبقى مفيش تسديدات أصل المبلغ، زائد أو ناقص قيمة الاستهلاك حسب إيه؟ حسب انت مشتري بخصم ولا بعلاوه، مشتري بزياده ولا بالناقص. انا هنا مشتري بالناقص، يبقى هنا قيمه مجمع الاستهلاك باستخدام معدل الفايده الفعلي هينضاف ناقص خسائر الاضمحلال. يمكن ما تكونش واضحه قوي في الكلام اللي انا بقوله، لكن لما نيجي ناخد الحاله العمليه هتوضح لنا بشكل اكتر. فدي التكلفه المستهلكه في تعريفها اللي احنا اتكلمنا عليه، ودي التكلفه المستهلكه عمليا ازاي بنطبقها. طالب مني بعد ما حدد التكلفة المستهلكة خلال فترة القرض صحة شغلك، انك بتبدأ بالتكلفة الأولية اللي هي 900,000 زائد 27,880 وتنتهي بالمليون. يبقى انت كده مشيت سليم، لانك هتسترد المليون يبقى عندك في الدفاتر مثبتة بالمليون. تاني حاجة طالب مني ان انا اعمل قيودي اليومية اللازمة لإثبات هذه الاستثمارات. الاستثمارات بسيطة جدا، ما هي 900 زائد 27,000 و880. ليه؟ معيار بيقول لك لما تيجي تثبت اثبت بالتكلفه الفعليه عند الشراء اللي هي كام؟ اللي هي 927,880. يبقى القيد بتاعي هيبقى ايه؟ يبقى 927,880 من حساب الاستثمار في السندات، 927,880 الى حساب الايه؟ الى حساب البنك. كويس. وبعد كده طالب ان انا بعد ما اعمل قيد يوميه لاثبات الاستثمار وعوائدها، العائد اللي انت بتحصل على الاستثمار هنثبته برضه وهنشوف التفاصيل بتاعتها ايه، كذلك مبينا الأثر المالي على القوائم المالية لعامي 2016 و2017. يبقى ده طالب مني مجموعة من المطلوبات اللي أنا هقدر أتعامل معها. تعالوا بينا نبدأ نحل هذه الحالة العملية كده من خلال استعراض النقاط اللي احنا قلناها. احنا بنعمل جدول عشان نطلع التكلفة المستهلكة للسندات. هذا الجدول يبدأ من 2016 لغاية آخر سنة، ما هي 5 سنوات، يبقى 2016 17 18 19 20 لغاية كام؟ تعالوا بقى بينا نعمل جدول التكلفة المستهلكة للسندات. جدول التكلفة المستهلكة للسندات هو جدول مكون من 6 خانات. الخانة الأولانية للسنوات، السنوات دي هي المدة
الاستثمار بتاعك حصلت عليه كام في 2016، بينتهي كام في 2000 في 2020. يبقى معنى ذلك بعدد السنوات، طلعوا 5 طلعوا 6 طلعوا 7 حسب السنوات. الخانة التانية بحط فيه التكلفة الدفترية في بداية الفترة، في الايه الخمس سنوات، في بداية الفترة بتتأثر، ما احنا عارفين بقى بنطلع تكلفة مستهلكة في نهاية كل فترة زي ما انت عرفت بقى بالقواعد اللي احنا لسه قايلينها. ثم انا بحسب ايراد الفايدة الفعال، هو ده اللي هيتثبت عندي في الدفاتر 12%. صحيح السند بيديني 10% اقل من معدل الفايدة السوقي، علشان كده دايما هو لما اداني اقل من الفايدة السوقية اداني ب2% هو خفض لي في قيمة السندات، وبالتالي يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا التخفيض لا يرجع بالكامل إلى كونه تخفيض في سعر السند ومتعادل مع سعر الفايدة الفعلي، لا. فأنا لما أجي أثبت بثبت إيراد الفوائد الفعل بالفايدة الفعالة أو بالفايدة الفعلية أو بالفايدة السوقية اللي هو 12%. ثم التدفق الداخلي الإسمي اللي هي الفايدة الإسمية بحسبها إزاي؟ عبارة عن القيمة الإسمية في ايه؟ في معدل الفايدة الاسمي. القيمة الاسمية للسندات مليون، في معدل الفايدة الاسمي اللي هي 10% يطلع لي 100,000، فهو ثابت خلال فترة السندات. أما إيراد الفوائد أهو موجودة في الملاحظات لو تبص تحت، هي عبارة عن قيمة دفترية للاستثمار في بداية كل فترة مضروبا في معدل الفايدة السوقي اللي هو كام في المية؟ اللي هو 12%. وبالتالي بيديني إيراد الفوائد، ده اللي بيتثبت عندي في الدفاتر سنويا، تمام. وبعد كده بيطلع الاستهلاك بتاعي، هو الفرق ما بين قيمة إيراد الفوائد بمعدل الفايدة الفعلي وقيمة إيراد الفوائد بمعدل الفايدة الاسمي اللي هو 111,346 ناقص 100,000 يطلع لي 11,346. ال 11,346 ده اللي بينضاف، انا عايز اتحرك من 927,880، يبقى في اخر سنه في 2020 في اخر الفتره يساوي 100,000 تقريبا. طبعا هتطلع فيه فروق للتقريب، لكن احنا بنقول 100,000 تقريبا، هتطلع لك مثلا 999,960 970، يعني 100,000 عشان كده كاتب جنبها تقريبا. يبقى معدل الاستهلاك ده بينضاف، احيانا بينضاف، عشان كده لما جينا نعمل التكلفه المستهلكه قلت لك الاستهلاك ده يا ساعات بينضاف وساعات بيتخصم، يصبح قيمته كام كذا. طيب تعالوا بينا بقى نشوف سنه سنه المعالجه بتتم ازاي. اول سنه التكلفه الدفتريه بتاعتي مطلعينها 927,880، عباره عن 900,000 زائد 27,880، ده تكاليف العموله والسمسره، يبقى المجموع 927,880. كويس. إيراد الفوائد 12%. 12% دي أنا بجيبها إزاي؟ بجيبها باستخدام الآلة الحاسبة بتاعتي. بعمل إيه؟ بضرب ال 927,880 اللي هي القيمة الدفترية في بداية الفترة في 12%. هتطلع لي 111,346. ناقص التدفق الداخلي الاسمي اللي هي الفايدة الاسمية. بحسب الفايدة الاسمية ازاي او التدفق النقدي الداخلي الاسمي ازاي؟ عبارة عن القيمة الاسمية في معدل الفائدة الاسمي. القيمة الاسمية للسندات مليون جنيه، معدل الفايدة الاسمي 10%، يبقى اضرب المليون جنيه في 10% تطلع لي 100,000 جنيه. واضحة؟ نطرح إيراد الفوائد الفعلي أو الفعال اللي هو 111,346 ناقص 100,000، تطلع لي الاستهلاك عن هذه السنة 11,346، أضيفه على التكلفة الدفترية في بداية الفترة اللي هي 927,880، يطلع لي التكلفة الدفترية في نهاية الفترة وقيمتها 939,226. طيب ما تم في أول سنة هيتم في السنوات التالية، ناخد السنة التانية والتالتة بس بشكل أسرع شوية لأنه نفس القيم. يبقى التكلفة الدفترية في نهاية 2016 هي التكلفة الدفترية في بداية 2017،
يبقى تجيلي في بداية 2017 939,226. أضرب 939,226 في كام؟ في 12%. هيطلع لك إيراد الفوائد. يطلع لنا هنا كام؟ يطلع 112,707. طيب التدفق الاسمي ثابت 100,000. ليه؟ لأن بضرب القيمة الاسمية للسندات اللي هي المليون في معدل الفايدة الاسمي اللي هو 10% يطلع 100,000. نطرح ال 112,707 ناقص 100,000 هيطلع لنا 12,707. ال 12,707 دول بنضيفهم على القيمة السابقة اللي هم 939,226، يطلع لي التكلفة الدفترية في نهاية الفترة اللي هي 951,933. يبقى أضفنا على التكلفة الدفترية في بداية الفترة أو في نهاية الفترة السابقة، هنضيف عليها ال 127 ال 12,707، تطلع 951,933. وكمثل بقى في السنة الثالثة اللي هي 2018 تنزل لي 951,933، أضربها في 12% تطلع 114,232. التدفق الاسمي زي ما هو ينزل لي ب 100,000. أطرح ال 114,232 ناقص ال 100,000 تطلع لي 14,232. أضيفها على التكلفة الدفترية في بداية الفترة اللي هي 951,933 نفس الفترة ديت، تطلع لك 966,165. نفسها تنزل في السنة 2019 في بداية الفترة، يبقى 966,165 دي التكلفة الدفترية في بداية الفترة. أضرب هذه التكلفة الدفترية في إيراد الفوائد الفعلي اللي هو مقداره كام؟ 12%. يبقى أضرب 966,165 في 12% تطلع لك 115,940. أخصم منها التدفق أو معدل الفايدة الإسمي اللي هو 100,000. يبقى ال 115,940 ناقص 100,000 هتطلع لي 15,940. أضيفها على التكلفة الدفترية في بداية الفترة اللي هي 966,165، يطلع لي التكلفة الدفترية في نهاية الفترة 972,105. 972,105 أحسب الإيراد الفوائد اللي عليها اللي هو 12%، تطلع 117,853. 117,853 ناقص ال 100,000 تطلع 17,853. هنا تطلع لك في الآخر 100,000 تقريبا. يبقى أنا هنا طبعا بنقربها بأكبر قدر من الإمكانية. يبقى في الحالة دي إحنا بنوصل إلى قيمة الإسمية للسندات في آخر سنة بالنسبة لي. ده بالنسبة لهذه الحالة. يبقى شفنا عملية التحويل والتحميل لهذه السندات في السنوات المقبلة. ناقص لنا حاجة واحدة بس، إن إحنا نعمل قيود اليومية المطلوبة ونعمل الأثر على القوائم أو القائمة اللي إحنا بنقول عليها اللي هي قائمة المركز المالي، ونشوف القصة هتمشي إزاي. تعالوا بينا نشوف بقية الشغل. طيب لو طلب مني إن أنا أعمل قيود اليومية في أول سنة، لو طلب مني أعمل قيود اليومية في أول سنة، والله طلب سنتين طلب ثلاثة، هتبقى بنفس الشكل بنفس السيمترية. عند الشراء لما أنت اشتريت السندات اتفقنا مع بعض إن أنا بثبت بالتكلفة الفعلية للشراء. أنت اشتريت السندات ب 900,000 ودفعت 27,880 عمولة، يبقى إجمالي المبلغ اللي أنت دفعته 927,880 من حساب الاستثمار في السندات، 927,880 إلى حساب البنك. طيب تعالوا بينا نشوف كده أول سنة. أول سنة حصل فيها إيه؟ حصل فيها عملية نهاية بقى السنة الأولانية، إنك أنت بتبتدي تشتغل بهذه القيمة.
تعالوا نشوف القصة هتمشي ازاي. في أول سنة أنت أخدت من حساب البنك ب100,000، اللي هي الفايدة الإيه؟ الفايدة الإسمية اللي هي 1,000,000 × 10%، يبقى 100,000 إلى حساب البنك. طب ومعدل الفايدة الفعال هو عبارة عن كام؟ عبارة عن 111,346، مش 100,000. لما أنت حسبت ضربت 927,880 في إيراد الفوائد اللي هو كام؟ اللي هو 12%، طلع لي 111,346. والفرق بنزود بيهم قيمة الاستثمار في السندات، اللي هم ال 11,346 تروح حساب الاستثمار في السندات اللي احنا بنزود بيه، بنعلي بيه، باعتبار ان الفايدة القليلة دي او القيمة القليلة اللي انت دفعتها دي مش معيار، ده انت اتخصمت لك من الفايدة، ففايدتك تكون المفروض اكتر من كده، وبالتالي هذا الفرق يعلى على حساب الاستثمار في السندات اللي احنا سميناه عشان اوصل للتكلفة المستهلكة. لو فاكر احنا اتفقنا مع بعض ان التكلفة المستهلكة التكلفة الاولية زائد او ناقص الاستهلاك، هو ده قيمة الاستهلاك في السندات. هنا بنزود قيمة الاستثمار بكام؟ بالتكلفة المستهلكة اللي هي هنا 11,346. يبقى إيراد السندات اللي هيثبت في هذه السنة هو 111,346 حساب إيراد السندات. وبالتالي هتظهر لي في قائمة المركز المالي استثمار السندات بالتكلفة الدفترية في نهاية الفترة، اللي هي بقى ما بقتش 927,880، هينضاف عليها 11,346، هيبقى القيمة الكلية كام؟ 939,226. طيب أحيانا مش بطلب بس السنة الأولى، أحيانا بقولك السنة الأولى والسنة الثانية. السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة، هنقول السنة الثانية كده شفوي وانت تركز معايا ويكون في إيدك الحل اللي احنا لسه عاملينه. يبقى برضو قبضنا من البنك 100,000 جنيه، هيبقى 100,000 جنيه حساب البنك. ثم الاستثمار في السندات، انت عندك ايراد الفوائد قد ايه؟ احنا هنا كنا مطلعين ايراد السندات 111,346، في السنة التانية هيطلع ايراد السندات 112,707. يبقى في الطرف المدين 100,000 حساب البنك وتسيب سطر، وفي الطرف الدائن هتحط 112,707. طيب هنزود الاستثمار في السندات بكام؟ ب 12,707، يبقى 12,707 حساب الاستثمار في السندات. يبقى القيد المحاسبي بتاعك هيبقى في السنة الثانية، خد بالك، هيبقى 100,000 من حساب البنك، 12,707 من حساب الاستثمار في السندات، 112,707 حساب إيراد السندات. يعني إيراد السندات اللي أنا باخده ده دخل لي عندي جزء منه أخدته من الفايدة العادية، وجزء منه يمثل زيادة في الاستثمارات. يبقى 100,000 حساب البنك، 12,707 من حساب الاستثمار في السندات، 112,000 ده في الجانب الدائن إلى حساب إيراد السندات. وهنا هيصبح القيمة في نهاية السنة الثانية التكلفة الدفترية في قائمة المركز المالي، هتضيف بقى على 939,226 اللي هي بتاعت السنة السابقة، هتضيف عليهم 12,707، هيبقى المجموع الكلي 951,933. لو أنا طلبت منك قائمة المركز المالي ممكن أطلب منك قائمة الدخل، قائمة الدخل مش هيبقى فيها غير بند وحيد هو إيراد السندات. إيراد السندات هيبقى بكام؟ ب 111,346. السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة إلى آخره، وبالتالي هذه القيمة يتم تسجيلها كما رأينا. دي في هذه الحالة. طيب هل في السنين التالية؟ السنين التالية بنفس المنطق، لو احنا طلبناها تعملها، لكن هي بنفس المنطق مفيش أي اختلاف، زي ما عملنا السنة الأولى قدامك وانا قلت لك السنة الثانية شفوي، من الممكن تعمل انت بقى السنة الثالثة والرابعة والخامسة بنفس المنطق، وتشوف لي الأثر على قائمة المركز المالي، وممكن تشوف لي الأثر على قائمة الدخل. الأثر على قائمة الدخل ما فيهوش حاجة غير هتحط ضمن الإيرادات إيراد السندات اللي هو هنا مثلا في السنة الأولى ب 111,346، في السنة الثانية هيبقى ب 112,707، وهكذا. ده بالنسبة للسنة
هذه الحالة. طيب تعالوا بينا نشوف الحالة التطبيقية رقم 2، ودي كانت مفروض تدريب للمشاركين لكن احنا هنشتغل هذه الحالة مع بعض. بيقول لي ايه؟ بيقول لي في 1/1/2016 أصدرت شركة عمار التجارية سندات قيمتها الإسمية 100,000 جنيه بقيمة قدرها 103,992، ومعدل الفائدة على السندات 9% ولمدة 5 سنوات، علما بأن معدل الفائدة الفعلية السائد في السوق لنفس الفترة 8%. خد بالك هنا اشترينا بإيه؟ المفروض القيمة الإسمية، القيمة المكتوبة على السندات 100,000، أنا اشتريتها ب103,992، يعني هنا في علاوة إصدار مقدارها كام؟ مقدارها 3,992. معدل الفايدة على السندات، المعدل الفايدة الإسمي اللي على السند 9%، المدة 5 سنين، معدل الفايدة الفعال أو الفعلي أو السائد في السوق 8%. يبقى معنى ذلك هو بيديني معدل فايدة أعلى من معدل فايدة السوق، وبالتالي قيمة السندات أكبر من قيمة السندات الإسمية. هي بتبقى لعبة، أنا بحاول أجذب العملاء بتاعي، بجتذبهم بطرق كتيرة، أديهم فايدة عالية، أديهم سعر أقل، وبالتالي بتبقى يعني فرص. أنا كشركة أصدرت، خد بالك، تحديد التكلفة المستهلكة للسندات خلال فترة السندات، وإعداد قيود اليومية اللازمة لإثبات الاستثمارات وعوائدها، وكذلك مبينا الأثر المالي على القوائم المالية لعامي 2016 و2017. طب تعالوا بقى نشوف الحالة ديت هنتعامل معاها ازاي ونشوف القصة هتمشي ازاي. اولا ايه الفرق ما بين الحالة دي والحالة اللي فاتت اللي احنا لسه حلينها؟ هل في فرق؟ هل التانية كانت بخصم ودي بعلاوة، ده الفرق الوحيد ولا ايه؟ لو ركزنا هنلاقي لفظين تاخد بالك منهم كويس قوي. هناك انا قلت لك ايه؟ استحوذت الشركة، يعني ده بالنسبة لها ايه؟ استثمار. استحوذت الشركة على سندات قيمتها الإسمية كذا، استحوذت اشترينا، وبالتالي هذه الاستثمارات تمثل بالنسبة لهذه الشركة استثمارات، تحط في جانب الأصول. هنا بقول لك ايه؟ أصدرت الشركة سندات، يعني هي اللي باعت هذه السندات، يعني دي بالنسبة لها ايه؟ بالنسبة لها التزامات، قروض، قرض سندات. وبالتالي خد بالك ما بين اللفظين. في المعالجة ما بتختلفش قوي المعالجة كجدول تحديد التكلفة المستهلكة، لكن ناخد بالنا انه طبعا دي بالنسبة لنا تعتبر قروض، وبالتالي القروض تسجل كالتزامات، والمبلغ ده انا دفعته ولم احصل، وهكذا المبلغ ده عفوا انا حصلت عليه ولم ادفعه زي الحالة اللي فاتت، وبدفع الفايدة ديت اللي هي معدل الفايدة 9%، والمفروض انه معدل الفايدة الفعال 8%، وهكذا. شوف بقى المعالجة هتتم ازاي. طيب هنا الفايدة بالنسبة لي بتبقى مصروف، هناك كانت الفايدة بالنسبة لي بتبقى ايراد، وهكذا. يبقى في اختلاف في المعالجة، غيرنا لفظ واحد خد بالك منه. هل يا ترى دي استحواذ ولا اصدار؟ لو استحواذ تبقى ايرادات، تبقى اصول، يبقى السندات بالنسبة لي استثمار في السندات اصل، والفوائد ايرادات. لو اصدرت الشركة زي ما انت ملاحظ اهو، يبقى دي بالنسبة لي قروض، قرض سندات، والفايدة تبقى مصروف. لكن الجدول في حد ذاته زي ما هو، ماخذا في الاعتبار قيمة الاستهلاك، احنا اتفقنا مع بعض الاستهلاكات المتعلقة بالسندات قد تضاف وقد تخصم عشان نجيب التكلفة المستهلكة. في المرة اللي فاتت كنا بنضيفها، المرة دي بديهي جدا انا عايز 103,000 في بداية اول سنة وفي النهاية بقى 100,000، يبقى لازم اخصمها، يعني حتى بديهيا بتبقى واضحة جدا بالنسبة لك. وبالتالي ناخد بالنا من الفروق البسيطة دي اللي ممكن يحصل فيها خلط او تبقى العملية مش تمام. فبعد ما كلمني على النقطة دي فقال لي المطلوب ايه؟ قال لي المطلوب تحديد التكلفة المستهلكة للسندات خلال فترة السندات اللي هي كام سنة؟ اللي هي 5 سنين، واعداد قيود اليومية اللازمة لإثبات الاستثمارات وعوائدها، وكذلك مبينا الأثر المالي على القوائم المالية لعامي 2016 و2017. يبقى طالب مني كذا مطلوب المفروض أحققهم له من خلال هذا الإعداد. طيب نفس الكلام، الجدول بتاعنا كما هو بنفس تفاصيله،
يعني ايه؟ يعني بنعمل جدول مكون من 6 خانات، خانة للسندات، خانة للسنوات عفوا، خانة للتكلفة الدفترية في بداية الفترة، ثم نشوف كده التفاصيل. قدام الجدول بتاع التكلفة المستهلكة للسندات، خانة للسنوات، خانة للتكاليف الدفترية في بداية الفترة، خانة المصروف الفوائد الفعلي اللي هو 8%، خانة للفايدة الإسمية اللي مكتوبة على السندات 9%، خانة لاستهلاك علاوة الإصدار، ثم تكاليف الدفترية في نهاية الفترة. نبدأ بالسنة 2016. تكاليف الدفترية في بداية الفترة هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن قيمة قرض السندات مضافا إليه علاوة الإصدار اللي هي كام؟ اللي هي 3992، قيمة قرض السندات 100,000، يبقى الإجمالي 103,992، اللي عاملين بيه القيد الأولاني اللي 103,992 حساب البنك، 100,000 قرض السندات، 3992 حساب علاوة إصدار السندات. هي دي اللي احنا هنستهلكها على مدار الفترة، عشان في نهاية نهاية قرض السندات يبقى القيمة اللي هنسددها 100,000 جنيه، وبالتالي ده القيد المبدئي، وهذه القيمة التكلفة الدفترية في بداية الفترة. لما اجي احسب مصروف الفوائد الفعلي احسبه على على قيمة 103,992 في معدل فايدة 8%، يبقى اضرب ال 103,992 في 8% يطلع لي 8,319. الفايدة الإسمية 9% من إيه؟ من القيمة الإسمية للسند اللي هي 100,000، أضربها في 9% تطلع 9,000 جنيه. أطرح القيمتين من بعض، مصروف الفوائد الفعلية من مصروف الفوائد الإسمية، 8,319 ناقص 9,000 يطلع لي استهلاك علاوة الإصدار 618. 618 جنيه دي هنقص بيها قيمة التكاليف الدفترية في بداية الفترة اللي هي 103,992 ناقص 618، اديني التكاليف الدفترية في نهاية الفترة اللي هي كام؟ 103,311. التكاليف الدفترية في نهاية 2016 هي نفسها التكاليف الدفترية في بداية 2017، أضربها في الفايدة الفعلية اللي هي 8% هتطلع لي 8,265 جنيه. الفايدة الإسمية بتاعتي ثابتة في كل السنوات لأنها 100,000 في 9% ب 9,000. أطرح القيمتين من بعض، الفايدة الفعلية من الفايدة الإسمية، يبقى 8,265 ناقص 9,000 يطلع لك 735 جنيه. أنقصها من 103,311 اللي هي التكاليف الدفترية في نهاية الفترة الأولى، يطلع لي الباقي 102,576، وهكذا تنزل لي في بداية الفترة التالية، أضربها في 8%، أطرح الاتنين من بعض، أخصمهم للـ5 سنوات. طبعا في النهاية في التكاليف الدفترية في نهاية الـ5 سنوات المفروض تطلع 100,000 شارب يعني، لكن طبعا لاعتبارات التقريب هتطلع لك بالتقريب، وهتفرق لها 50 60 70 جنيه نتيجة التقريب بتاعك، يعني احنا بنقول ان هي تساوي 100,000 تقريبا. يبقى هنيجي في نهاية السنة الأولى بقى، احنا بعد ما عملنا القيد المبدئي في بداية السنة وعملنا قائمة المركز المالي في بداية السنة، القيد في نهاية السنة اللي هو هيبقى اللي تحت دوت اللي هو 8,319 حساب مصروف فوائد السندات. اهو انا ليه حطيته هنا؟ عشان اوريك بس هنا في الجدول، وبعدين هرجع اعيد القيد ده نفسه تاني في الصفحه او في السلايد التاليه. مصروف فوائد السندات 8,319 ده جبته منين؟ اهو مصروف الفوائد الفعليه بتاع اول سنه 2016، 681 علاوه اصدار السندات هي 681 اللي موجوده عندنا في الاستهلاكات، ثم احط 9,000، مجموع الاثنين يديني 9,000. تمام الحال؟ دي تاني هتتكرر مره تانيه زي ما احنا هنشوف مع بعض في السلايد اللي بعد كده. اهي القيد اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. طب ليه احنا عملناه وبنكرره؟ لا احنا ما بنكرروش، على اعتبار انك كان الجدول قدامك في الناحيه الثانيه، فلو صورته يبقى واضح قدامي. 8,319 احنا دفعنا 9,000 جنيه جزئين، جزء منه يمثل مصروف فوائد السندات الى المصروفات الفعليه، وجزء منه يمثل استهلاك لعلاوه اصدار السندات اللي هي ب 681. طبعا الالتزامات في عندي قرض السندات 100,000، العلاوة نقصت ب 681، بدل ما هتبقى 3,992 هتبقى 3,311. طيب في نهاية 2017 القيد نفس القيد برضو، لو بصيت في الجدول عندك هتلاقي مصروف الفوائد الفعلي 8,265، يبقى من حساب مصروف فوائد السندات 8,265 برضو بنخفض علاوة الإصدار ب 735. جبتها منين؟ برضو من الجدول بتاعك لسنة 2017، هتلاقي استهلاك العلاوة 735
واحنا ده برضو دفعنا 9000 في حساب البنك. هتلاقي ان قرض السندات نازل لك 100000، هننقصه نقص علاوه الاصدار اللي هي 3311، هننقصها القيمه ال 735، ادي 3311 ناقص 735 تطلع 2576، فتفضل تستهلك علاوه الاصدار سنه ورا سنه ورا سنه حتى تكون صفر. وزي ما قلت لك في معالجه، اكثر من معالجه في هذه النقطه بالذات من الممكن تتبعها، كلهم سلام ولهم مفاهيم معينه محاسبيه يجب ان احنا ندركها. ده بالنسبه لهذا النوع. يبقى انا عندي في هذا التعامل ممكن يكون زي ما قلت لك شركه بتصدر سندات يمثل لها قرض سندات، او شركه تستحوذ على سندات يمثل لها استثمار في سندات. استثمار في السندات يمثل اصول، اصدار السندات تمثل التزامات وقروض. طيب يبقى انا بعد كده نقاط محدده اللي هي اضمحلال قيمه الاصول الثابته المثبته بالتكلفه او بالتكلفه المستهلكه. لما يجي لي حاجه زي كده في اضمحلال قيمه الاصول اخد بالي منها، هنتكلم عليها بشكل كده سريع. نقول ايه؟ في نهايه كل فتره بتدرس المنشأة إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحلال قيمة الأصول، هل يا ترى الأصول دي اضمحلت قيمتها ولا لا؟ لو اضمحلت قيمتها يبقى بننقص قيمتها بقيمة خسائر الاضمحلال. إيه بقى الدلائل الموضوعية؟ الدلائل الموضوعية على اضمحلال قيمة الأصول أنا هدي أمثلة فقط. زي إيه؟ لو كان هناك صعوبات مالية تواجه المدين وفي تعثرات، وفي التالي ده بنعتبره واحد من الأدلة الموضوعية على اضمحلال قيمة الأصول بتاعتي. تاني حاجة عدم سداد الفوائد أو أصل الدين. لو أنا النهاردة ليا فايدة، أنا النهاردة عامل استثمارات في هذا النوع من الأصول بتاعتي، لم يتم سداد الفوائد اللي عليها أو لم يتم سداد أصل الدين، أنا مستثمر أو حائز لسندات لا بيسدد الفوائد ولا أصل الدين. حاجة التالتة توقع إفلاس المقترض. من الممكن إن اللي أخد فلوسي دوت متوقعين إفلاسه من حيث انه ابتدى يتعثر عن السداد للبنك او كذا، او العملاء بتوعه، او في عنده شيكات مرتده وكمبيالات مرتده والى اخره، فمتوقعين افلاس المقترض. في هذه الحاله خسائر الاضمحلال، طبعا احنا ادينا زي ما قلت لك امثله، يتم الاعتراف بيها عن هذا الجزء مباشره فين؟ في الارباح والخسائر، وبالتالي نعترف بها فورا في هذه الحاله. لو الادوات الماليه بقى المقاسه بالتكلفه المستهلكه، وعرفنا بقى القصه بتمشي ازاي اذا كانت بالتكلفه او بالتكلفه المستهلكه. طب خسائر الاضمحلال هنا عباره عن ايه؟ عباره عن القيمه الدفتريه للاصل في هذا التاريخ، اي التاريخ اللي هو المدين تعثر او حصل انه توقع افلاسه او في صعوبات ماليه بتواجه المدين، قيمه الدفتريه للاصل في هذا التاريخ مخصوما منه ايه؟ القيمه الحاليه. احنا بنستخدم جداول القيمه الحاليه مره ثانيه، القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، وبنخصمها بإيه؟ بسعر الفايدة الفعلي النهاردة يساوي كام؟ سعر الفايدة الموجود في السوق. ففي الحالة ديت يبقى دي خسائر الاضمحلال. يبقى نشوف الفرق، القيمة الدفترية مسجل عندي دفتريا بكام؟ بمئة ألف مثلا. القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصوم سعر الفايدة الفعلي مثلا طلعت 90 أو 80 أيا كانت القيمة، في الحالة دي هي دي تساوي خسائر الاضمحلال. طب لو كانت الأدوات المالية مقاسة بالتكلفة، خسائر الاضمحلال عبارة عن إيه؟ عبارة عن الفرق بين القيمة الدفترية للأصل وأفضل تقدير للقيمة التي ستعود على المنشأة في حالة البيع، اللي إحنا بنسميها القيمة البيعية. يبقى الفرق ما بين القيمة الدفترية للأصل وصافي القيمة البيعية لهذا الأصل، ده بالنسبة للأدوات المالية اللي إحنا قايسينها بالتكلفة. بالشكل ده بنكون وصلنا